يعطيكم العافية، معكم الطالب لؤي المصري من كلية الطب وعلوم الصحة جامعة نجاح الوطنية، تخصص الأشعة والتصوير الطبي. خلينا نشرح اليوم عن النيرفوس سيستم، ناخذ لمحة سريعة. طبعا النيرفوس سيستم مثل ما بتعرفوا اللي هو الجهاز العصبي، بيستقبل إشارات من البيئة الخارجية وبحللها وبيقوم بعمله بناء عليها، بعطي استجابة معينة. طبعا قسمنا الجهاز العصبي تشريحيا إلى سنترال نيرفوس سيستم وبريفرال نيرفوس سيستم. السنترال نيرفوس سيستم بتكون من البرين والسباينال كورد، بالإضافة للبريفرال نيرفوس سيستم هو عبارة عن أعصاب تنتشر من المركز من سنترال نيرفوس سيستم لأحياء الجسم أو أطراف الجسم، زي لهيك بنسميها بريفرال أي أطرافي أو طرفي. هاي الأعصاب قد تكون سنسوري نيرونز، أعصاب حسية موجودة بالأعضاء الحسية، بتستقبل الإشارات، ممكن تكون صوت، صورة، لمس، أي شيء، وبتنقلها للسنترال نيرفوس سيستم فبتأثر عليه. يعني هي بتكون بالفعل تمام، فبتأثر على السنترال نيرفوس سيستم، فبنسميها افرنت، مش افرنت، افرنت يعني بأفكت نيرفوس سيستم تمام، بتكون بالفعل تؤثر على السنترال نيرفوس سيستم. بينما الموتور نيرونز فهي اعصاب بتنقل التأثير الناتج او الاستجابة الافكت من السنترال نيرفوس سيستم، يعني بنسميها افرنت نيرون. مثال، لو انا لمست اشي سخن، السنترال نيورونز راح ينقل هاي الاحساس لسنترال نيرفوس سيستم للمركز فبأثر عليه. بناء عليه السنترال نيرفوس سيستم المركز راح يعطي تأثير من الموتور نيورونز، وانك تبعد ايدك عن مصدر السخونة. الموتور بتقسم الى قسمين، اما سوماتيك نيرفوس سيستم يعني احنا بنتحكم فيها، مثل العضلات مثلا انت اللي بتتحكم فيها، بتستخدم عضلاتك وبتنشط هاي الأعصاب مشان تكون بإشي محدد، أو بتكون autonomic nervous system يعني أنت ما بتتحكم فيها، وبتكون في ال visceral organs مثل القلب مثلا أنت ما بتقدر تتحكم فيه، وفي نبضه مثلا ما بتقدر توقف قلبك مثلا والله دقيقة وبعدين لا، هاي لحاله بتشتغل، مثل اللي بتكون في ال intestines مثلا في الأمعاء. هسا ال autonomic nervous system بقسم إلى قسمين، إما سمبثاتيك وإما برا سمبثاتيك. خلينا نقارن بينهم. هسه السمبثاتيك نيرفوس سيستم هاز انتنس روماتيكيشن، نسبة التشعبات فيه بتكون عالية تمام، فكل نيرون ممكن يتفرع أو يغذي أكثر من عضو تمام، حوالي 1 نيورون تتوين أورجان، يعني نيرون واحد ممكن يغذي 20 عضو تمام، على عكس البارا سمبثاتيك which has limited ramification يعني نسبة التشعبات فيه بتكون جدا محدودة، 1 نيورون تو 1 اورجان يعني عصب ممكن يغذي عضو واحد تمام، يعني بغذي عضو واحد. بناء عليه بما انه السمباثيتك عنده تفرعات اعلى راح يغذي اعضاء اكثر، فراح تكون عندنا diffuse discharge تمام، يعني بما انه السهل من التغذية والاعضاء اكثر، فراح الاستجابة راح تكون تغطي وتكون اكثر انتشارا. اما الباراسمبثاتيك الاستجابة راح تكون 1 نيورون تو 1 اورجان، يعني الاستجابة ديسكريت ديسشارج يعني منفصلة او خاصة individually، يعني بتأثر على العضو هو نفسه بس عضو واحد specific اكثر يعني مخصصة اكثر. هسه الاستجابة عن طريق السمبثاتيك سيستم بتكون فايت اور فرايت، يعني بتكون بأوضاع متوترة، يعني مثلا انت لما تشوف اسد يا اما راح تهرب يا اما راح تعارك تمام، هاي بالحالتين الاستجابة راح تكون متوترة، راح تركض، راح تستهلك طاقة، حتكون الاستجابة ستريسفول اكثر تمام. يعني السمباثيتك سيستم كتابوليك انيشن اند اكسبندتشر، يعني بتتحطم الجلايكوجين الجلوكوز، راح تستهلك طاقة اكثر بالمقارنة بالباراسمباثيتك. الباراسمباثيتك ريسبونس بنسميها دايجست اور ستريسفول، اللي هي يعني بتكون انت وضع مرتاح، يعني جسمك ما في يستهلك عليه طاقة، ما في جهد انت قاعد بتعمله، راح يوجه اغلب جهده من النيورونز، راح تتوجه الباراسمبثاتيك على الجهاز الهضمي، هضم الاكل والبناء. هون بتحول الجلوكوز للجلايكوجين، راح يصير في عندنا نسبة بناء اعلى تمام. والباراسمبثاتيك
باراسمباثيتك، بنحافظ على طاقة أكثر. وحتى إحنا بنشوف إنه الباراسمباثيتك البريجانجليونيك بتكون البريجانجليونيك سيجمنت أكبر قبل السينابتك من البوست جانجليونيك. أما السمباثيتك بالعكس، البروجانجليونيك سيجمنت بتكون أقصر، وبعد السينابتك بتكون اللي هي البوست جانجليونيك أطول.